أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر الإحسان، والتي نتوخى من خلالها تسليط الضوء على حالة إنسانية تعيش وضعا اجتماعيا وصحيا صعبا. نخبركم مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل مع أصحاب هذه الحالات بشكل مباشر وعن طريق هواتفهم، وطاقم البرنامج لا يتدخل إلا في حال تعذر ذلك. كما ننوه أننا في هذا البرنامج ننقل الحالات بناء على تصريحات أصحابها، ولا نتحمل مسؤولية ما قد يعتريها من عدم الدقة أو حجب إرادي للحقيقة. لنتابع حالات من مدينة سيدي فني تنشد الدعم والعطاء. أنا سميتني أحمد جعنيد، ساكن في الدوار تيغيتي قرم، جماعة تيغزا عمالة إفني. أنا ساكن مع أخويا، هو مريض مسكين. أنا تندير تحلق، تنخدم يومين في السيمانة، تنخدم نهار نهار السوق، نهار الأربعاء والخميس، أو عايشين على قد الحال، كنسلك وصافي. خويا الحسن جعنيد كان مريض شي عام هذه تقريبا، مريض بالسرطان، وكان خدام في العيون شي 15 عام. وملي مريض جا هو ريح في الدار، وكيمشي لكادير تيدير الشيمي، تيخسر هو المصاريف بزاف، تيخسر شي 8000 درهم في الحصة تقريبا، تيشري الدم. با مريض بزاف، حنا كنضرب حتى مريض بزاف، حنا كنمشي حتى يفني، كنقلب على خدمة، بغيت نقلب باش نجمع شوية، بغيت باي برا، حنا بغينا نتجمعو على حساب الأدوية والسبيطار، ياكل يشرب، كيعاونا المحسنين شوية الحمد لله. كنطلب على المحسنين باش يعاوننا في هاد شهر رمضان، حنا بغينا شي مساعدة. المحسنين الله يجازيهم بخير، اللي بغى يعاونونا. هاد المصاريف ديال هاد خويا راه كيطلب المصاريف بزاف، كيطلب شي 8000 درهم في الشهر، هو كيشد التاكسي كورسا من هنا، كيجيب هاك التاكسي كورسا من هنا، وكيشري الدم وتيدير الدواء. الله يجازيهم بخير، اللي بغى يعاونونا راه كاينة النمرة في الشاشة. انا عبد الله من ساكنه يعني حي البرابير بمدينه سيدي افني. العمل ديالي في جامعه سيدي افني، متزوج وعندي واحد الطفل، والوالده ساكنه معايا. بالنسبة للوالدة يعني عندها مرض سرطان الثدي من 2014 لدابا، وهذا المرض هذا تطور عندها بزاف. كانت في الأول دات الشيميو، ومن بعد دارت داك الراديو ثيرابي، وحنا قلنا في الأول يعني كنا بأن قلنا واش برات، ولكن شوية بشوية عاود ثاني ولا رجع ليها المرض، يعني داز ليها من الثدي ديالها، وداز ليها العظم. دابا عندها في العظم على حساب السكانير اللي درنا ليها، استعملت واحد المجموعه ديال الادويه، فيهم ليتروزول، فيهم واحد تاموكسيفين، واحد المجموعه ديال الادويه. والاطباء يعني الطبيب اللي متبعه مع فينكولوجيا في اكادير
قال بانها يعني المرض عندها انتشر بزاف ووصلت واحد الحاله يعني كتطلب بزاف ديال العلاجات، وال يعني 22 يوم كتطلب لنا واحد المبلغ مالي كبير بزاف يعني بين 5000 حتى 6000 درهم. هادشي علاش؟ لانه فيه مصاريف ديال النقل، وهي واحد الحاله اللي ما يمكنش تكون مع المسافرين مثلا في السياره ديال النقل اجره، ضروري توفر لها النقل ديالها يكون خاص. وملي كنوصلوها لكادير كتنتقل من مكان الى مكان، وفيه التحليلات وفيه لي سكانير اللي كيكونوا يعني كيجيو مره يعني واحد المجموعه ديال التحليلات اللي ما تقدرش تلقاها مثلا في السبيطار ديال الحسن الثاني تما، كتخرج ليها لي زابوراتوار اخرين باش ديرهم. يعني داكشي فيه بزاف ديال التكاليف. الحمد لله حنا كنديروا المجهود ديالنا، بالرغم كاين الناس بعض المحسنين اللي تعاونوا معنا، بالرغم الجمعيه اللي معنا واللي كتدعمنا مره يعني، لان التكاليف هو بكل صراحه هي تكاليف فوق الطاقه ديالنا. بالنسبه للنداء ديالي للمحسنين، كنطلب من المحسنين يعني يتعاونوا معايا ان شاء الله باش نفرض العلاجات الكافيه للوالده ديالي ان شاء الله، والله يجازيهم بخير. وبالنسبه للرقم ديال الهاتف ديالي هو 06 71 12 25 27. اسم رشيدة حسينة، العمر ديالي 34 سنة، كنسكن في مدينة سيدي يفني حي كولومينا، كنسكن مع الوالدة والأخ ديالي. في الأول كانت فيه غير الكحة، مشيت عند واحد الدكتور شخص ليا سميتو الحالة ديالي، لقى عندي الماء في الرية. من بعد قلت لي دكتور ممكن انني نستشر معاك في واحد المسألة، قلت لي عندي واحد الولتي ساهنة ملي قاسها قال لي ضروري خاصك تمشي ديري الفحص. مشيت للسنتر لالا سلمى في مدينة يزنيد، شخصوري قال لي عندك مرض السرطان في التادي، كان خاصك تمشي لأكادير. المهم درت شي تحاليل ب 56 ألف ريال، درت تحاليل أخرى ب 12 ألف ريال. ملي مشيت قالوا لي عندك سرطان ديال التادي، فيه 0.22 مليمتر. مشيت للسونتر صافي، وليت كندير معاهم الحصص. في الأول ما كانت الحالة ديالي صعيبة بزاف، ما كنت كنقدر نوقف، كنت كنكحب، ما قدروش يديروا لي الشيميو. دابا تبعت معاهم الشيميو. الحصة كتكلفني ما بين 6000 حتى 9000 درهم. النداء ديالي للمحسنين، كنطالب من المحسنين اللي كيشوفوني الله يجازيهم بخير يساعدوني في هذا الشهر المبارك الكريم واجرهم عند الله العظيم، لانني بالنسبه للتكاليف بزاف عليا والاخ ديالي بزاف عليه هاد التكاليف. والله يجازيكم بخير اللي كيشوفني. الرقم ديالي هو 06 76 24 22 69، أجركم عند الله عظيم.
أنا سميتي الزواكي أحمد، قاطن هنا في سيدي يفني، الزنقة سبتة، حي الجوطية. عندي مرض عضال وأثر عليا، ما بقيت قدرت نخدم مدة عام. هذه أنا عايشة مع المحسنين، ودابا كيطلب لي داك عندي هاد المصرى الكبير ومسبب لي في الإسهال الحاد. دابا كنستعمل بعض الأدوية وطالب لي واحد العملية، واحد سبب لي هاد الإسهال في واحد الحبوبة، وكتطلب واحد العملية، وكنستعمل دابا أدوية و هلا غاليين. قطعت بهاد الادويه دابا ما كنشربوهاش، كتسوى شويه غاليه، وكيطلب الطبيب من اللي زرتو كيطلب ليا واحد التحليلات خصتهم يمشيو لفرنسا، وكيطلبوا بين 60,000 حتى 70,000 وما فحاليش. دابا الادويه راه ما كنقدرش، دابا بعد الادويه ما كنستعملهاش، موقف عليها. والاسهال لحد عندي مع التهاب الادويه، لأن كنستعملها يوميا وكتكلف عليا شيء كثير، وانا هو المعين الاول، وحشمت بعض الناس كنمشي كنطلبهم وداك الشيء، وبعد الادويه وقفت مابقيتش كنستعملها، كنطلب فلوس كثيره. جزاكم بخير. دابا هذا الشهر الكريم كنطلب من المحسنين اللي يرفعوا عليا ويساعدوني في التحاليل وفي الادويه اللي كنستعملها، راه ما فحاليش، وربي كبير غادي. ورقم الهاتف ديالي هو 06-15-51-62-65، واللي يعاونني بشي حاجة الله يجازيه بخير في هذا الشهر الكريم. هذا هو اللي يمكن لي نقول. أنا محجيبة، ساكنة في فني حي كولومينا، ساكنة مع دارنا وما عندناش وما خصنا، والحمد لله ما عندي باش نكري، والراجل ما خدام، والحمد لله ما عندنا ما خصنا. يا ربي حمدينك وشاكرينك، استاهل الحمد والشكر، وعيانة شوية. عندي السرطان ثدي، وجات الجمعيه للبيار طيب، ومشيت لعندهم واكتشفت داك المرض اللي فيا، وقالوا لي عندك السرطان ثدي، وصيفطوني للقلميم. مال كان ما هو هكاك ما غاديش نعرف، يعني لا نعرف شنو عندي، ومشيت لدوزت القلميم ودفعوني لاكادير، وقالوا لي مشيت وحيدوا لي من واحد شويه وداروا لي التحاليل، وقالوا لي عندك الثدي. وخذت تبعت الشيمي جوج مرات، وما عندي وما خصني. يا ربي حامدينا، هاو مشيت لعندهم وخصني 80,000 ريال في الشهر باش نمشي وباش نجي، وانا ما عندي داك الفلوس، والراجل الحمد لله انا ما خدام، ما عندنا وما خصنا، وعيانه. ويا ربي حامدينك وشاكرينك، خليت بنيتي صغيره، خليتها غير عند اختي، الحمد لله على كل حال. يا ربي حمدي لك، ضروني عينيا وضرني لساني، داك الدواء وداك الشيء كل شيء، والحمد لله ربي حمدينك
طاح لي شعري كل شيء، ما قديش نتحمل داك، والناس كيشوفوني بواحد العين ناقصه. نطلب من الله ومن المحسنين هذا الشهر المبارك اللي قد يعاونني الله يجازيه بخير على خير. ومع ان وكل حصة وشحال من الحصص عندي وخصني 80,000 ريال في الشهر وما عنديش الحمد لله، ورقمي هو 06 37 59 27 96. نطلب من الله يا رب يتفرج عليا في هاد العواشر المباركين، نطلبها من عند الله تبارك وتعالى. حالات إذن تنتظر مد جسور الإحسان إليها. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لليلة من برنامجكم جسر الإحسان. يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف الظاهر أسفل الشاشة وكذلك عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، ويمكنكم متابعة الحالات التي بثت في الحلقات السابقة عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. إلى اللقاء.